نعملوا تدريب فرق كبرى كما النجم الرئيسي يعني الوطن الافريقي تعطي سورتو تجربه ثريه برشا مع النادي المزارعي ديما يقعد النادي الافريقي ستان تري تري جراند كلوب في الافريق اي مدرب يتمنى باش يوصل للمرحله هذه جو بونس اللي كانوا من ناحيه هذه جاهز كما يلزم باش ناخذوا التشالنج هذا والتحدي هذا وان شاء الله ننجحوا فيها 100% ككل مدرب نتصور اللي عنده ses idées, la méthode de travail d'Ao, sa conception de jeu. Je pense que les camps de Martin et les Hadith ont fait des frères qui ont fait des choses, Khaled, les camps ont fait une petite idée, surtout à le projet de jeu avec le Bavécan, à l'animation, ça va être un trop terme au niveau surtout de l'intelligence d'Ao. Inch'Allah, on dit que nous avons un million de messages de Hadith ou de joueurs, c'est que vous avez 10 problèmes sur le contrôle. بالنسبة لي أنا أعتبر مقابل كأس كل مقابل نأخذها 100% باش نخرج منها أقصى ما يمكن من النتيجة أنا متأكد اللي كانوا الجروب في برشا كاليتي فيه كاركتير فما دي ليدر دو جو فما دلا فولونتي فما دلانفي جو بونس اللي كانوا برشا تروجيك على المستوى الكل برشا عمل سورتو من الناحية الذهنية يخلي الكون الفريق هذا يعاود يرجع للريتم العادي بتاعه، خاطر الفترة الأخرانية كانت النتائج بعيدة كل بعد عن الأهداف اللي مرسومة بالنسبة للنادي، دونك هذا على المستوى خاصة لي سوبجيكتيف بتاعه. زادة كيف كنت تكلمت مع اللاعبين سورتو بالنسبة لي أنا يسون توس دي تيتولير. اي واحد موجود دخل بالسير هذاك بالنسبه لي تيتولير اي اون ميم تون اللي يجم يكون جوار بلاصون الكل مربوط بالميريت نتاعو بشنو باش يقدم شنو دو تل فاسون او نيفو دابليكاسيون نتاعو او نيفو نتاع لي كونسيني اللي باش يخدمون عملنا ميسيون دونترمون اليوم الصباح سانسارمون لمست فيهم رغبه كبيره باش يعملوا رياكسيون مازالوا 4 موا 4 شهور علاش الاربع شهور هذا ما يردوهمش اربع شهور نتاع بيرفورمانس اربع شهور يدخلوا الفرحه للبارك يفرحوا الجمهور نتاعهم يفرحوا عائلتهم ويعملوا اي بيرفورمانس اللي يكونوا فيها بها علاش ما يكونوش مصدر نتاع بونور ما يكونوش مصدر نتاع فرحه مصدر نتاع اي بيرفورمانس اللي تخليهم يزيدوا يكونوا هذا سر البلان كوليكتيف سر البلان انديفيديوال كيف المدرب يتحاسب على النتائج نتاع الفريق نتاعو زاد المدرب مطالب باش اللاعبيه الكوتا نتاعهم تطلع مطالب باش يطوروا على المستوى الكل مطالب باش الناس تحبهم على اللعب نتاعهم وتحبهم على التصرفات نتاعهم وعلى الكوميونيكاسيون نتاعهم وعلى المواقف اللي ياخذوها ان شاء الله من النجاحات اللي الواحد ان شاء الله حقوها مع بعضنا سيكو يكون عندنا اكثر ما يمكن من لاعب في المنتخب اكثر ما يمكن من لاعب جاهز باش يمشي للبطولات الاوروبيه يكون عندنا دي زيليت دي جان جوار اللي يدخلوا الفريق ويمثلوا الايدنتيتي الهويه نتاع النادي يكونوا موجودين وديما الاولويه اليوم وميساج عادي للجوار نتاع لي زيديت للجوار نتاع الجونيور نتاعنا الباب باش يكون مفتوح للي جون هذا اي واحد تكون عنده الارضيه فافورابل باش يتحمل المسؤوليه هذه باش يكون باب مفتوح اليوم هما خاطر انا بالنسبه لي انا هما يمثلوا النواه والدم الحي نتاع الفريق ان شاء الله ان شاء الله مسؤوليه جماعيه ونجاح راهو نجاح جماعي ما فماش ريوسيت من غير كولكتيف ونتصور اللي كونوا معايا مدير مع لاعبين مع اطار فني مع خاصه الجمهور اللي هو نقطه القوه نتاعنا الجمهور بي هو رانا نوليو اقوى الجمهور بي هو الفريق يولي مهاب الفتره الاخرانيه كان موجود 100% وكان يدفع في اللاعبين نتاعو باش يعطيو الاحسن عندهم ان شاء الله المرحله الجايه زاد كيف يكون هو نقطه القوه نتاعنا ويكون لاعب رقم واحد والجمهور اللي هو الباين
الشخصيه النتائج ما مشاتش. جبنا مدرب معناتها على بعد تغيير في السكاج وبناء على اهداف وعلى معناتها باش نوصلوا للاهداف نتاعنا وجبنا عزيز نفسي كبير ما مشاتش لينا بالساعه باش كان اقل واحد سيمون كبير وربي يبارك فيك. بالنسبه للجمهور نتاعنا في الفتره هذه كما تعرفوا ثم برشا حاجات تسال عليها الناس الكل. احنا نقولوا مازال موجودين وان شاء الله معناتها وصلنا هدف قصير المدى اللي هو العشرة جولات نتاع البطوله الوطنيه. ان شاء الله يعاونونا فيهم ان شاء الله يكونوا معناتها صابرين معانا ان شاء الله باذن الله. معناتها كما يقولوا معناتها يكون هدفنا الحقيقي كان جمهور. شرط انه يخدم على بروجي. اليوم بعد ما كنت تسميت في خدمه مدير الرياضي الافريقي وما تحمل كلمه من مشروع عندك في مخ الافريقي. اليوم المدرب الاول، هل هناك تعارض بين المشروع اللي جاي بمونيك باير وما يتطلبه من وقت فتره زمنيه محترمه المشروع وما بين الضغوطات نتاع فريق الاكابر كمدرب اول اللي هو مطالب بالنتائج ومطالب يعني بالبطاله نتاع الفريق ما يمشي يعيش من غير نتائج طيبه من غير ارقام. السؤال الثاني هو حسب التشخيص اللي عملته الاولي للمجموعه نتاع الاكابر الافريقي شنو نقاط الضعف ولا شنو المشاكل اللي خلات الفريق اليوم يعني يغير المدرب نتاعه وما يخلوش نتائج مستوى امال في التطلعات الجماهير نتاعه. بارك الله فيك. كما قلت لكم الاول كانوا جيت من الافريقي على ان بروجي اللي كانوا يمس الجوانب الكل. الحاجه الباهيه اللي كانوا ما حطيناش كلام البروجي الكل لي زاكس نتاعو الكل عطيناهم باريكيري صدروا لكم في ديريكتور وبدينا نخدموا عليه. من لي بوان سيرتو ترجع للروح للبارك على مستوى الانفراستركتور على مستوى سيرتو دي سلوغون دي سامبول اللي تعطيو للجهات الكل سواء اولياء اللاعبين ولا الجمهور نتاعنا ولا المسؤولين ولا اللاعبين. هذا العمل ماهوش باش يتضارب مع المهمه نتاع مدرب الفريق الاول. جو سي اللي كانوا مهمه ميسره مدرب الفريق الاول هو ميم طون مانجير جينيرال. الرابور نتاع لي بيزوان نتاع ليكيب عملناه سوفي عملناه غادي نعملوا فيه دونك هذاك نخدموا عليه او ميم طون كمدرب فريق اول والبروجي تاع ديريكسيون سبورتيف زاد كيف باش نواصلوا فيه. بون تقول لي كيفاش باش تنجم توفق وتكلمنا فيه مع الهيئه المديره بور لو مومون باش نعملوا ان ديريكتور سبورتيف ادجوان دوتال فاسون اللي باش ننسق معاه على الحاجات اللي بدينا فيها ولا باش نحطوهم اون بلاس خاطر اليوم جوي لي بريمير رول على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي ما تجيش بوازار لازم تتبنى ولازم تدعم ولازم تتحط في الحجر الاصفر وهذا يبني نخدموا فيه وان شاء الله كيما قلت مع جايين ديريكتور سبورتيف ادجوان نواصلوا في نفس الاتجاه. مشاكل النادي الافريقي 99% باش ما عنديش حتى اسم توا مي بور لو مومون مازلنا في فاز نتاع نيغوساسيون نتاع فاز شكون اللي باش قادر باش يتاقلم مع الشيء اللي حطيناه اون بلاس. لو جور اللي تكون عندنا اون ريبونس ديفينيتيف في الموضوع هذا نعلموكم بها ان شاء الله في الابان نتاعي. المشاكل اللي فاتت حسب رايي انا بالرغم اللي ما عنديش برشا وقت في البارك مي وقفت على عديد من الحقائق. C'est que manque de solidarité كبيرة ياسر على المستوى الكل. يعني اليوم عائلة الإفريقي، نقول عائلة الإفريقي اللي وراها تقريبا 4 ملايين ولا 5 ملايين محبوبين. إذا احنا ما نكونوش بوحدة، إذا احنا ما نمشيوش في نفس الاتجاه، إذا احنا ما نكونوش الإنرجي نحطوها دو تال فاسون باش نحققوا الهدف نتاعنا، وكلنا مصلحة واحدة، وعدونا واحد. ليتا ديسبري هذايا تتبنى بالريبارتيسيون دي تاش، تتبنى بالكيفي كوا، كل واحد بالدور نتاعو، كل واحد يعرف شنو ما له وما عليه، النقطة هذه ناقصة برشا.
بينا نخدموا عليها على مستوى السوليداريتي نتاع الاطراف الكل، الناس الكل تعاون في نفس الاتجاه. هذا من نجم يتعمل كان برشا ريغور برشا ريغور برشا ديسيبلين سورتو اي سورتو اي سورتو ان تري بون اورغانيزاسيون. اذا السوليداريتي تكون موجوده الفوق، انا متاكد ان الترانسفير باش تعدى للتيران، وانا متاكد اللي كونه الريوسي تجي. نهبط سورتو سور لو بون تكنيك. سور لو بون تكنيك اليوم النادي الافريقي عنده 9 اشهر براتيكمون في السيزون هذه، افيك ليفيكتيف ستابل، ما تبدلش برشا في المصريين اللي فرض، يعني تنجم تدخل المجموعه هي بعيده. جوسكا مانتون او نيفو دو بروجي دو جو، او نيفو دي اوتوماتيزم، او نيفو دي سينيو داكسيلاسيون، نقول اللي مازال ما تبناتش. اليوم وقت تتفرج في النادي الافريقي نحسوا اللي كونوا 3 أو 4 أو 5 لاعبين يلعبوا القدام يجتهدوا قاعدين يعملوا في الماكسيموم تاعهم، لكن يكونوا اقوى لو كان يكونوا فكره واحده، ويكونوا سورتو ما تناسكين مع بعضهم سورتو في الفاز اوفونسيف. دونك نقول المشاكل، فما مشاكل فنيه، فما مشاكل نتاع ايتا ديسبري، ميم حتى ديزابيتود. من الناحيه الثانيه زاد كيف كيف فما برشا عميل عمل لازمو يتقام، خاطر سارت مومون الملاعب يقول اللي كونه برشا بريسيون عليه ومحطوط اون ديفيكولتي وديما هو في الواجهه. الجمهور يقول الملاعبين اللي كونه ماهمش في مستوى النادي الافريقي، فما قطيعه كبيره ما بين اللاعبين وما بين الجمهور. وهذا نقطه لازم نتكلم عليها، خاطر النادي الافريقي يلعب ب 10,000 وب 15 وب 20 وب 30,000. هذه حاجة عادية عنده. اليوم ولينا نلعبوا ب 500 و 600 من با حتى 1000 واحد، دونك هذا 6 خضايا ان شاء الله نخدم عليه وان شاء الله. خاطر النادي الافريقي مليح به كان الادوار الاولى، النادي الافريقي مليح به كان ليتيك، النادي الافريقي مليح به كان التنافس سورتو على الامطار الاخرانية، وهذا جانب هام اللي ان شاء الله نحصلوا فيه. دونك المهمة المدرب ومهمة الديريكتور سبورتيف نصلوا باش يتواصلوا مع بعضهم، حتى نتكلم مع سليم على اساس حتى التسميه باش تكون باش تولي اون طونكو مانجير افيك لو ديريكتور سبورتيف ادجوان ان شاء الله نحققوا الهدف تاعنا ان شاء الله. سيمو بالنسبه لنا احنا ناخذوا بالماتش بالماتش، نزلوا 10 مقابلات 10 مقابلات، كل مقابله بالنسبه لنا احنا مقابل كاس. بعد في الاخر نعمل البون فينال وان شاء الله نحققوا الهدف بتاعنا. سيمون نسالك زوز اسئله، الو مرحبا بك. اي مدرب يعني جاي في مكانك انت بريس قال نفس الكلام، ومالوريزمون سا با مارشي في النتائج الجمعه. جون فيتي اللي كونت ليدر تو ما عادش ليدر، 9 بوان غلب عليك اسبيرونس. البوبليك يعني احنا تو ان بو الحلم نتاعو قاعد يطيح على شوب الشرع بسنين. وكيس كي بو ابورتي اون دو مو يعني موضوع من كبير كلوب افريكان، كيس كي بو شونجي في الكلوب؟ ميرسي. كل مدرب مسؤول عن الكلام تاعو. المرحلة هذه بالنسبة للنادي الافريقي مرحلة حساسة، مرحلة هامة. الرالي كونه النادي الافريقي عنده ان بوتونسيال اللي ينجم يكون خير من هكا. جو سوي سيغ سارتان فما دا كاليتي، فما دا انفي، نستثمروها كما يلزم وان شاء الله بقدرة ربي بقدرة ربي يكون النجاح حاليا. بون 9 بوان كما قلت، الترجي خدا 9 بوان. باش نحطوا دي زوبجيكتيف نتاع 9 نقط و8 نقط و3 نقط كل شيء، هذا جو بونس اللي مش باش يوصلنا حتى شيء. كل مقابله بالنسبه لنا احنا مقابله كاس، اي جوسكو بو في لي كومبيتيسيون اللي باش نلعبوهم الكل، نحاولوا نمشيو لاقصى نقطه ممكنه اللي يلزمنا نحققوها. كوتش البروميير توش نتاعك بعد جماتير هو بروميير توش اللي باش تعملهم، ما عرفش فماشي غربله باش تصير، فماشي حاجه باش بدل اوليه لحتى انت في الجماعتين اللي عديدهم في الفريق. جيت لهنا باش ندعم، جيت لهنا باش نلم، جيت لهنا باش كل لاعب ناخذ منه الماكسيموم. احنا ماناش في فاز نتاع تغربين ولا في فاز نتاع باش نبدلوا، لا. اليوم في شهر فيفري وبعد كي مارس ابريل ماي جوان 4 موا دو لا دوغ 4 موا دو خضاري 4 موا نتاع بيرفورمانس. لو جور جي باش نجي بريود نتاع
الناس باش تمشي نفس الجيده وقت لي بيلون يعطوا لي ستاتيك يعطوا لي بيزوان تاع لي جيده وقت لي حاطه اون بلاس لي روتوش ولا شنو واحد باش يركز خلينا نخش على بعضنا اللي كانوا باش نتكلموا على اوتوماتيزم ونتكلموا على حاجات اللي هما يلزموا وقت مي فما جانب ذهني كبير ياسر يلزموا يتغرس في النادي خاطر كما قلت لك النادي مليت به كان الادوار الاولى. سيموندر سمعني تقول الكلوب فيها برشا مشاكل فنيه معناها بريود دخلنا الكلوب ولات تقبل الديني معناها اضافه لكونها ما تمركيش هذا في خصوص ممكن المشاكل الفنيه ممكن كانت انت تحكينا عليهم اكثر في خصوص خطتك كمدير رياضي اليوم ديريكسيون تكنيك باتريك دوفيت سمعنا عنده مشاكل فما لونترنور نتاع جونيور عبد الياوي سمعنا كيف لو كان توضح لنا الامور هذاك سي لو بلون تكنيك خد لك مشاكل النادي الافريقي واضح اليوم في الفاز هذه كان فما سوليديتي ديفونسيف كبيره اليوم بدات تفقد في المراحل الاخرانيه الاكزرسيس الاخراني دونك النقطه هذه لازم العاد ترجع سور لو بلون اوفونسيف ما فماش برشا ماتشوات تركينا فيهم اكثر من بوندو الفريق تاع الفتره الاخرانيه ياخذ في الفرص لكن قلت لي كانوا فما برشا بروجيك ان شاء الله نحطوه اون بلاس بالنسبه للديريكسيون تكنيك الجماعتين اللي عديتهم في الديريكسيون سبورتيف كان اكثر وقت متجه للفريق الاولاني باش الواحد يعمل ايتا دي ليو زاد كيف عملت دي ريميو افيك سي باتريك وقفنا على البروجرام اللي عمل فيه وشنو هو طريقه العمل وقاعدين نتابعوا الطريقه اللي غادي نمشي فيها في الصالون وفي رأيي فما مشاكل خلق على مستوى المدربين على مستوى اللاعبين هذه اسمها كويتيديان هوني لا بور ريزود هاد البروبليم هاكم ونحضروهم ان شاء الله في التريك الصح. ممكن نمشي باتريك دوفيت. المدير الفني عنده برنامج عمل المشين نتاعو كل سيزون ماهوش مطروح من هنا لاخر الموسم يكون التقييم شامل وبعد افضل اللي سيزون تدخل. لي رابور اللي عملناهم على مستوى احتياجات النادي على مستوى مراكز معينه كنت مطرف قاعدين نبنيو في سلول دو ريكروتمون، سلول دو ريكروتمون اللي باش تتابع اللاعبين على المستوى المحلي وعلى المستوى خاصة اللاعبين الأجانب، ومن هنا لفترة أخرى نقولوا نعملوا عليها إن شاء الله السلول هذيا وشنو هي المهام تاعها. بالنسبه لي انا ديما تقعد من الاولويات اللي عملها الاولويات المنتخب وكاي تونسي لكن اليوم المهمه تاع ديريكسيون سبورتيف شيء ومهمه مدرب النادي الافريقي شيء نتصور يكون مدرب النادي الافريقي يدوا سونجاجي افون في الميسيون تاعو يكون مركز 1000% باش ينجم يعطي احسن ما عنده دونك النادي الافريقي بالنسبه لي انا اون كاو باش تصير بطبيعة الكونترا دونك بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي حتى للآخر في المسؤولية نتاعو إن شاء الله. استنى عاد بشوية شوف 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 شوف